فما دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما يستيقظ؟ جميعا ننام، وحينما نستيقظ كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. رد إلي روحي يعني أعطاني فرصة أن أعيش يوما جديدا، أعطاني فرصة أن أعيش يوما جديدا. ماذا بإمكاني أن أفعل في هذا اليوم؟ بإمكاني أن أتوب إلى الله، بإمكاني أن أطلب العلم، بإمكاني أن أنفق مالي، بإمكاني أن أعمل الصالحات، بإمكاني أن أفعل ما لا يوصف في هذا اليوم. لكن الناس لضعف يقينهم ولتفاهة أعمارهم يمضون أوقاتهم في سفاسف لا تقدم ولا تؤخر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. كم من حديث فارغ لا طائل منه، وكم من لقاء سخيف، وكم من اهتمام لا يقدم ولا يؤخر. الحمد لله الذي رد إلي روحي، ذلك أن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. الله جل جلاله أقسم في قرآنه الكريم بعمر النبي فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما من شيء أثمن في حياتك من الوقت. الوقت وعاء العمل، بالوقت تعرف الله، بالوقت تستقيم على أمره، بالوقت تتقرب إليه، بالوقت تفعل الصالحات. الوقت وعاء العمل، وأنت بضعة أيام، وكلما انقضى يوم انقضى بضع منك. فالمؤمن حينما يستيقظ يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي، يعني سمح لي أن أعيش يوما. والإنسان ما دام حيا، ما دام حيا يرزق، وما دام قلبه ينبض، وما دام قائما يتحرك، بإمكانه أن يفعل كل شيء، وبإمكانه أن يتلافى كل تقصير، وبإمكانه أن يصحح كل خطأ، وبإمكانه أن يتوب من كل ذنب. أهل الجنة في الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لولا أننا ورثنا الأرض كنا في الأرض، عرفنا الله في الأرض، استقمنا على أمره في الأرض، تقربنا إليه في الأرض، أنفقنا أموالنا في الأرض، ربينا أولادنا في الأرض. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف. لولا أن الله سمح لنا أن نعيش في الدنيا لما استحققنا الجنة إن أذن الله لنا أن ندخلها. إذاً أثمن شيء تملكه الوقت، وأعقل العقلاء من ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً، يعني يفعل في الوقت ما سوف ينفعه بعد مضي الوقت. والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسارته محققة لأن مضي الزمن يستهلكه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه أركان النجاة. فاليوم الذي لا تزداد فيه علما ولا تزداد فيه طاعة ولا تزداد فيه دعوة ولا تزداد فيه صبرا هو خسارة محققة. أيها الإخوة الكرام، المؤمن يعد أن رأس ماله هو الوقت،
وأنه لا يسمح أن تمضي ساعة من دون شيء ينتفع به، إما عمل صالح، وإما ذكر، وإما تلاوة قرآن، وإما دعوة إلى الله، وإما بر الوالدين. فالوقت هو أثمن شيء، فكان عليه الصلاة والسلام أول دعاء يدعو به إذا استيقظ: الحمد لله الذي رد إلي روحي. يعني أنا سمح لي أن أعيش يوما جديدا، شئتني. استيقظ، وقف، متعه الله بقوته، مشى، متعه الله ببصره، نادته زوجته، متعه الله بسمعه، تكلم مع ابنه، متعه الله بنطقه. فما من نعمة تأتي بعد نعمة الهدى كنعمة الصحة، ما من نعمة تأتي بعد نعمة الهدى كنعمة الصحة. الهدى أولاً، والصحة ثانياً، والكفاية ثالثاً. ومن هداه الله إليه وسلم له صحته وأعطاه حاجته ما فاته من الدنيا شيء، حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لذلك أي خلل في الصحة قد يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. من أكثر الأدعية التي كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها: اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وأعقل الناس من يعتني بصحته بعد أن يؤمن. إذا آمن بالله صحته قوام حياته، صحته وعاء عمله. فالصحيح بإمكانه أن يأتي إلى المسجد وأن يعمل الصالحات وأن يعتني بأهله وأن يتحرك، لكن المريض عبء على من حوله. فلذلك الاعتناء بالصحة جزء من العبادة، وللنبي عليه الصلاة والسلام توجيهات كثيرة في الصحة. فلو أن الإنسان اتبع هذه التوجيهات لمتعه الله بصحته، بل إن الله عز وجل حينما قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، ثم جاءت الآية: وإذا مرضت فهو يشفين. لما لم تأتي الآية الثالثة على سياق الأولى والثانية: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا أمرضني فهو يشفين؟ أصل المرض خطأ من الإنسان. الإنسان مصمم إلا مرض الموت، هذا بوابة خروج. مهما اعتنى الإنسان بصحته، مهما بالغ في العناية بصحته، مرض الموت بوابة الخروج لا بد منه. لذلك في سؤال: هل يمكن أن أستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما لا نهاية؟ مستحيل، مستحيل، وألف ألف مستحيل. لا بد من يوم في تطور في الصحة لم يكن من قبل. إذا كان هذا التطور بداية مرض الموت، لا بد من أن يتفاقم هذا المرض حتى تكتب النعوة. فمن كان مستعداً للقاء الله عز وجل في شبابه فهو الرابح. من هنا جاء الحديث الشريف: اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك. يعني حينما كنت في بيت الله الحرام ما رأيت شيئاً يثلج الصدر كشاب في ريعان شبابه يطوف ويسعى. نحن فهمنا أن الحج بآخر العمر، بعد أن يمرض الإنسان، بعد أن يصبح عبئاً على من حوله، يذهب ليحج بيت الله الحرام. لما لم تحج وأنت شاب؟ اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك.
وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أيام بيكون شاب غير متزوج في عنده وقت فراغ كبير جدا، لا في عنده زوجة ليش تأخرت، ولا في عنده أولاد، هذا مريض وهذا ما نجح بالكفاءة وهذا في عنده مشكلة. اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك. لذلك من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فقبل أن تتزوج في أعمال لا تعد ولا تحصى، بعد الزواج في أعمال لا تعد ولا تحصى. العبرة أنك وقت، أنت في أدق تعريفاتك وقت، أو أن رأس مالك هو الوقت، أو أن أثمن شيء تملكه هو الوقت. فالموفق من ينفق هذا الوقت كما أراد الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك ورد في بعض الأدعية: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. أنت حينما تأتي إلى المسجد ماذا تفعل؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إن أتيت إلى المسجد بإخلاص شديد لتعرف الله ولتعرف حكمه ولتعرف أمره ونهيه، فهذا الطريق الذي سلكته هو طريق نهايته الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وما من لقب يلقب به الإنسان أشرف له من أن يلقب بطالب علم، طالب علم شرعي، طالب معرفة الله، طالب معرفة أمره، طالب رضوان الله عز وجل. إذا أول ما يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد إلي روحي. اثنين: وعافاني في بدني أو في جسدي. الآن: وأذن لي بذكره. أناس كثيرون يدخلون بيوتهم بعد الفجر، كانوا في الملاهي. أناس كثيرون غارقون في المعاصي والآثام. أناس كثيرون يديرون بيوت الدعارة. أناس كثيرون يديرون ملاهي ليلية. أناس كثيرون يعيشون على الربا. أناس كثيرون غارقون في الزنا. أناس كثيرون والغون في دم الأبرياء. سمح الله لك أن تذكره، سمح الله لك أن تعرفه، سمح الله لك أن تكون جنديا لدينه. لذلك لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا له. البطولة أن يسمح الله لك بدور في خدمة هذا الدين، أن يسمح لك بدور في خدمة هذا الدين. والفقير حقيقة من ليس له عمل صالح. قد يأتي يوم القيامة صفر اليدين. والله قصة أنا أرويها لكم للعبرة. يعني التقيت مع إنسان أحب أن نلتقي، التقينا شيء سنتين تقريبا كل خميس في سهرة. إنسان يعني يحب أن يستمع إلى الحق، ثم توفي. فذهبت إلى صلاة الجنازة، فقام أحد علماء دمشق وأبنه، أنا لا أنسى هذا التأديب، قال: أخوكم أبو فلان كان مؤذن ترحموا عليه. انتهى. طيب ماذا يقول؟ قلت: اعمل عملا صالحا يتكلم الناس عنك بعد موتك خمس دقائق، دقيقتين، أخوكم كان مؤذن ترحموا عليه. انتهينا. طيب فعلا ما بينحكى عن بيته، طبعا بيته فخم جدا، ما بينحكى عن مركباته، ما بينحكى عن تجارته، ما بينحكى عن سفراته إلى أوروبا، ما بينحكى، هي أشياء كلها تنتهي مع الموت، بينحكى عن أعماله الصالحة. ففي إنسان ما له عمل صالح، عايش مبسوط، يعيش لنفسه، آكل، شارب، نايم، ساكن، ما في عنده نقص في حياته أبدا.
أما لو وزنت عمله بميزان الآخرة فقير. لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله. سيدنا موسى لما سقى للفتاتين للمرأتين قال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. الغني من له عمل صالح، والفقير من ليس له عمل صالح. أما نأكل ونشرب ملوك تموت، تركوا القصور وتركوا كل ما بأيديهم وغادروا إلى الآخرة. فالدنيا تغر وتضر وتمر، والدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، يعني سمح لي أن أذكره، سمح لي أن أصلي، سمح لي أن أعرفه، جمعني مع أهل الحق، ألهمني رشدي، أعانني على طاعته، أعانني على العمل الصالح، وأذن لي بذكره. لذلك قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قد تكون بكل طاقتك وفكرك وعلمك في خدمة أحد الطغاة، أليس كذلك؟ الطغاة أليس لهم أتباع كثر؟ كل طاقتك الفكرية وذكائك وطلاقة لسانك وقلمك السيال في خدمة طاغية قد تكون، أما إذا كنت في خدمة الحق فأنت حر. الذي في خدمة إنسان فهو عبد، أما إذا كنت في خدمة الحق فأنت حر. لذلك لا يليق بك أن تكون لغير الله، امتهان لك أن تكون لغير الله، احتقار لك أن تكون لغير الله. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من يحتقر نفسه يرغب عن ملة إبراهيم. فإن لم تكن عبدا لله اعلم علم اليقين لا بد من أن تكون عبدا لعبد لئيم. إما أن تكون عبدا لله أو أن تكون عبدا لعبد لئيم يأخذ كل ما عندك ثم يلفظك. أنا مرة قرأت كلمة لشاه إيران قال ألقتني أمريكا خارج إيران كما تلقى الفأرة الميتة خارج المنزل. هذا الذي يبيع دينه لجهة كافرة يستخدم كمنديل تمسح به أقدر عملية ثم يلقى في المهملات. فلذلك حينما تكون لغير الله أنت تحتقر نفسك، لا يليق بك إلا أن تكون لله. فهذا الدعاء تعلموه قصير يحفظ بسهولة. الحمد لله الذي رد إلي روحي، سمح لي أعيش يوم جديد، وعافاني في بدني ماشي، أرى أسمع أتكلم، أجهزتي سليمة. طبعا ما في جسم ما في أخطاء، لكن إجمالا الله عز وجل سمح لك بالحركة. لذلك ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. هذا الذي عاش 98 عاماً وبدأ في التعليم في 18، وكان إذا رأى شاباً يقول له أنت كنت تلميذي يا بني، وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي. علم 80 عام تعليم ديني، فكان يتمتع بصحة عجيبة، كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. كان إذا سئل عن هذه الصحة وهو في هذه السن يقول حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. لذلك عافاني في بدني وأذن لي بذكري، يعني سمح لي فوت لجامع في ملاهي رواد كثر. أيام اذهب إلى الزبداني ترى أمام الملاهي مئات السيارات، في راقصات وفي مغنين وفي خمور وفي طعام. هؤلاء مسلمون لم يأذن الله لهم بذكره ولا بارتياد مساجده،
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، سمح لهم أن يعصوه. فحينما يأذن الله لك أن تذكره، إنسانة تعمل في الفن فيوم تابت إلى الله واستيقظت على صلاة الفجر بكت، قال أنا كل حياتي أدخل إلى البيت بعد الفجر، وها أنا ذا أستيقظ لصلاة الفجر. يعني إذا واحد عنده عمل بوقت باكر يلاقي هذه السيارات العامة تقف أمام الملاهي لتأخذ روادها بعد الفجر، يبقون إلى ساعة متأخرة. إذا أذن لي بذكره، وهذه نعم ثلاث: رد الله إلينا روحنا، ومتعنا بصحتنا، وأذن لنا بذكره، والحمد لله رب العالمين.